مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا في لايف جديد من في الجول دوت كوم. مباراه وحيده في الجوله 15 من الدوري، الزمالك اتعادل مع وادي دجله 1-1 في مباراه كانت كرويا حلوه. ممكن طبعا جمهور الزمالك يكون عنده طبعا انتقادات شديده لاداء فريقه، لكن في المجمل اللي بيتفرج دور انتباهات المباراه كانت ممتعه جدا. انا فادي اشرف ومحمد اسامه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا فادي؟ الحمد لله كله حلو الحمد لله. ماتش رايك يعني مش عارف لقيتك كده مش بص الموبايل كومنتات لحقت تيجي ولا ايه؟ لا بس رايك النهارده يعني اداء الزمالك اداء دجله طبعك العام على الماتش يعني. الزمالك النهارده بدا الماتش بشكل كويس كعادته يعني في الماتشات الاخيره لحد ما سجل الجون الجميل عن طريق مصطفى جون قذيفه يعني حلو. بعد كده لقينا حاجه غريبه، لقينا الزمالك بيرجع وبيسيب الكره لدجله اللي هو اصلا بيعتمد على ان هو يمسك الكره. انا دي اكتر حاجه بقى عايز اقول لك انها يعني جذبت انتباهي في الماتش. يعني من الطبيعي وكل المباريات اللي فاتت ما بين الزمالك وتكيز جونياس السنه اللي فاتت بالذات الزمالك بيضغط من قدام قوي 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 لان وادي دجله فريق بيبني الكره من تحت، وعمل كده في بدايه الماتش فعلا بالظبط، وكان شيء طبيعي جدا. وده اللي حصل حتى في كره الجول، محمد عبد العاطي يعني اتاخر في لعب الكره سنه فقام اوباما قاطع وبصاها لمصطفى ومصطفى تكفل بالباقي يعني. بالظبط. فالفكره اللي ما فهمتوش ان الطبيعي من الزمالك لما بيلعب وادي دجله، واكيد باتسكر اتفرج على ماتشين الزمالك ضد دجله السنه اللي فاتت اكيد بيضغط من قدام، وعلى حسب تذكرتي الزمالك يعني سجل هدفين في دجله السنه اللي فاتت بالضغط من قدام والفريق بيبني الكوره من تحت، لان بشكل طبيعي الفريق دجله بيبني الكوره من تحت، ولكن في اخطاء بتحصل، في اخطاء في تمرير بتحصل، واي فريق يقدر يستغلها يعني. النهارده لقينا الزمالك مستنى وادي دجله، وده عمل مشكلتين. اول حاجه الزمالك وقته على الكوره، الوقت اللي الزمالك مستحوذ فيه على الكوره قل جدا، ولو بصينا النهارده على الحسابات الزمالك استحوذ على الكوره بنسبه كام؟ 38%. كان 38 ودجله 62%، وده شيء مش طبيعي. واي فريق عايز يكسب خصوصا انت نادي الزمالك، نادي قطب من قطبين الكره المصريه، وداخل بتلعب فريق هو في النهايه ما بين وسط واخره الجدول، انت لازم تسيطر على الكره اطول وقت ممكن علشان بالزبط تعظم فرصه انك تحط جول. مش هتخلي الكره طول ما الكره معاك انت الفرقه مش هتحط جول، وفرصتك انك تحط جول اكبر. حاجه الثانيه اللي عايز اسالك فيها وعايز اتكلم فيك معايا يعني عايز اتكلم معاك فيها، بدنيا الزمالك في مشكله. دي نقطه مهمه جدا. يعني الزمالك ما عندوش ضغط ماتشات كبيره قوي لدرجه ان هو يظهر بالشكل اللي احنا شفناه مع نهايه الشوط الاول. يعني مش حتى استنينا مثلا نهايه الشوط الاول الزمالك بدنيا ابتدى يقع، برغم من انه سايب الكوره بعد هدف مصطفى فكان متمركز. كان في مشكله كمان كانت تقول يعني ممكن في ماتشات يبقى انت ماشي معاك يعني الصح ان انت تسيب الكوره للفريق، بس في عدم وجود طارق حامد مشكله كبيره جدا. بالظبط. يعني يوسف اوباما بيلعب جنب ساسي فكي. وساسي اصلا ما بيدافعش يعني طارق حامد بيدافع بس مش بالشكل. بالظبط. طارق حامد يعني طارق حامد كان بيشيل عنه يعني كل الكلام ده. البنش مارك بتاعنا في الدفاع في نص ملعب طارق حامد، فما فيش لعيب اعلى من كده في مصر تقريبا. بالظبط. انا كنت شايف ان ماتش زي وادي دجله بيعتمد على الكوره كان لازم يبدا بمحمد حسن لانه بيضغط كتير ومجهوده اكبر من اوباما في نص الملعب. طب ما محمد حسن نزل بدل شيكابالا بحيث ان خلاص اوباما يتحرك في الثلث القداماني ويتحط محمد حسن جنب ساسي. ليه اداء الزمالك ما اتحسنش؟ حتى عايز اقول لك ان الاداء ممكن يكون قل شويه كمان بعد التغييره بتاعه محمد حسن. هو بدنيا خلاص كان باقي اللعيبه يعني كان اللعيبه اللي عندها شويه طاقه وقعت منها خلاص بدنيا كان الفريق وقع. فتعمل ايه يعني تعمل ايه بعد كده؟ خلاص انت غصب عنك لازم مفيش مجهود غصب عنك لازم ترجع. ووقت ما رجعت الموضوع ما كانش بالسهوله اللي كانت موجوده في الشوط الاول، برغم برضه ان وادي دجله اخترق كذا مره وكان في انفراد لرفيق كابو وكره ثانيه عرضيه من ياكوبو ده لاعب كويس جدا شفناه النهارده كان مقدم يعني. هو الحقيقه يعني من متابعتي لا ياكوبو مش هو باك ليفت كويس جدا، ولكن مش ده مستواه العادي. يعني النهارده انا بتكلم في النهارده ان هو كان كبيره جدا في مستواه يعني. انا لفت نظري جدا احمد سعيد في نص الملعب صاحب الهدف طبعا. ومحمد عبد العاطي ممكن النهارده ما كانش بنفس مستواه المعهود عنه. محمد عبد العاطي من اعلى لعيبه دجله في كل مش عايز مش عايزين برضه ننسى فادي رجب عمران النهارده مقدم مباراه كويسه جدا. وعايز اقول لك ان دجله ده رابع ماتش على التوالي بيتفادى فيها الخساره، فرجب عمران في الاربع ماتشات اللي فاتوا بالنسبه لدجله يعني بما فيهم مباراه النهارده، لا رجب عمران هو روح وقلب فريق دجله كله، هو اللعيب اللي بيحرك الثلث القداماني، لان دجله فريق منظم جدا وبيبتدوا الهجمه من تحت من عند احمد رمضان بيكا ومن عند محمود مرعي وعبد المنصف،
بيعتمدوا في الخروج بالكره على سواء بقى بسام وليد او عمر صالح، وفي نفس عمرو صالح، وفي نفس الوقت على ياكوبو ناحيه الشمال، في وجود احمد سعيد وفازيليوس بوزاس ومحمد عبد العاطي في نص الملعب. لكن دايما قياده الثلث القداماني رجب عمران اللي خد في الفرصه، خد الفرصه وما فرطش خلاص، ما فرطش فيها فعلا، وقدم وقدر ان هو يحصل يعني على مكان اساسي على حساب عبد الكبير الوادي. خلينا ناخد من كلامك واسالك، انت ايه رايك في تعامل كارتيرون مع الماتش في التغييرات الثلاثه اللي هو عملها وتوقيتها والكلام ده؟ طيب كارتيرون في مشكله كبيره جدا حصلت عنده، ان فريق زي دجله ما ينفعش يسيب له الكوره، لان انت لو فاكر تصريح كابتن طارق يحيى المدير الفني السابق لطلع الجيش، قال لك فريق وادي دجله ده بيعذب الكوره. بيعذب الكوره يعني ايه؟ الفريق ده ما بيطلعش الكوره من رجله بسهوله، بخلة جدا في ان هم يعملوا باص ريسكي يخسروا بيه الكوره. فريق معظم باصاتهم بالعرض، بعرض الملعب ومسيطرين على الكوره وبيلعبوا على الارض حلو جدا. ايه اكتر فترتين تقدر تخطف فيهم وادي دجله؟ اول حاجه انك تضغطه من قدام بحيث ان هو بيطلع بالكوره، انت بتقلل الهجمه في مهدها وبتهدد الفريق في اقرب نقطه لمرمى محمد عبد المنصف. هم مش مانشستر سيتي، مش هيبقى مش هيطلعوا بالكره بشكل بالزبط. سليم 100%. فهيبقى عندهم اخطاء اكبر من يعني من مانشستر سيتي عامه. ده حتى مانشستر سيتي بيغلط بالظبط، ده اللي بتكلم فيه. الطريقه الثانيه لضرب وادي دجله انك تحرمه من الكوره، طبعا دي هتبقى مهمه صعبه جدا في غياب طارق حامد. الراجل غير ان هو بيقطع كوره، هو اكتر واحد بيدور الاستحواذ، بمعنى انا قطعت الكوره طارق بيعرف يطلع الكوره صح، هيطلعها يا اما بباص طولي هو اصبح متميز فيه مؤخرا، او هيطلعها لفرجاني ساسي او لاوباما، لعيب يقدر يحرك لك الدنيا بشكل اسرع. بالتالي كارتيرون لا عمل ده ولا عمل ده. كارتيرون استنى دجله في اخر 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 ثلثه، وفي الاخر كانت حاجه غريبه جدا يعني. انا بتفرج على الماتش يعني ما اي فريق حد ما فيش حد يعمل كده، حتى لو الفريق بتاعه بدنيا واقع بالظبط كده. اي حاجه على الاقل اخطف جون تاني، على الاقل اخطف جون يعني، على الاقل انت ماشي انت الفريق بتاعك واقع وكل حاجه، على الاقل كمل الشوط الاول واخطف جون تاني، بحيث لما ترجع ويجي فيك جون يبقى عندك لسه فرصه. ما تبقاش الزمالك مفتقد بشكل كبير جدا وجود معد بدني يعني. خلاص يعني حتى كارتيرون لما كان في النادي الاهلي كان موجود مايكل ليندمان، وكانت الدنيا ليست على ما يرام بالظبط بالنسبه للاهلي في القصه دي. وبعد كده يعني وضع في الزمالك لا، في مشكله بدنيه كبيره جدا جدا جدا. اللعيبه من الدقيقه 60 حتى وهم مستنيين دجله في نص ملعبهم او ثلث ملعبهم حتى مفيش ضغط، ولاعيبه دجله طبعا لعيبه شباب، لعيبه صغيره، لعيبه بتعرف تتحرك من غير كره بشكل كويس جدا. اكبر لعيب في الملعب تقريبا حسام عرفات، اللي هو يعني تمام ال 31 او 32 من وقت قريب، الناس لسه فاكره ان هو شاب لحد دلوقتي. بالظبط، حسام عرفات لعيبه من المخضرمين يعني في الدوري المصري دلوقتي، لكن ده اكبر لعيب في الملعب بعيدا عن عبد المنصف يعني. فبالتالي كان سهل جدا على وادي دجله ان هم يفضلوا مسيطرين على الكوره، وصعب جدا على الزمالك ان هو يحصل على الكوره، وطول ما الكوره مش معاك مستحيل تجيب اجوال. بالظبط، فتظل دي المشكله. الزمالك بالوضع ده، الزمالك عنده مباراه تحصيل حاصل امام بريمير ريدو اوجستو، بعد كده داخل على المعمعه بقى الكبرى، هيلاعب الترجي في سوبر افريقيا، بعد كده هيلاعب الاهلي ويلاعب الاهلي تاني ويلعب دور 8 دوري ابطال افريقيا، اللي ممكن يكون الاهلي في حاله لو الاهلي مثلا يعني يوفق في الفوز على الهلال. بالظبط، انما طبعا لو حصل تعادل الاهلي هيبقى في المركز الثاني، هيبقى مستحيل الاهلي والزمالك يلعبوا بعض في دور الثمانيه عشان القرعه بتحط الاوائل قدام التوالي. هل الزمالك بالمستوى البدني الحالي، سيبك من المستوى الفني، الزمالك فنيا اللعيبه اكثر من قادره على تقديم عروض قويه امام كل المنافسين؟ بالظبط، اسماء كبيره ومهارات، اسماء كبيره وكل حاجه، مهارات وكارتيرون مدرب عنده كوره وبيطلع فريق يعني. اتفرجنا في الفترة اللي فاتت الفريق بقاله 5 ماتشات في الدوري ما بيخسرش، ما بيدخلش اهداف. في الناحية التانية فريق عنده قدرات هجومية قوية جدا، لكن بدنيا هل الزمالك قدام الفرقة دي بضغط الماتشات دي، انت هتلعب كزمالك تلعب الترجي يوم 14، هتلعب الاهلي يوم 20 وفي سفر، انت هتروح الدوحة وبعد كده هتروح ابو ظبي وبعد كده ترجع على مصر، وترجع على مصر تلعب الاهلي، ترجع تلعب في القاهرة مباراة دور الثمانية، بعد كده تسافر تاني تلعب مباراة دور الثمانية بره ملعبك مباراة العودة. هل الزمالك في ظل الضغط ده بدون وجود معد بدني هتبقى مشكلة بالنسبة له، ولا كارتيرون عنده الحل؟ لا مشكلة طبعا، ده حتى في وجود معد بدني هيبقى الموضوع ده مشكلة. انت بتلعب فيها زي الترجي بيمسك في الكورة ما بيسيبهاش زي دجلة بالظبط. بالظبط، بعد كده هتروح للأهلي نفس الكلام مع فايلر، بعد كده هتلاعب يعني هتلاعب لإما صن داونز أو الوداد أو لا مش الوداد، صن داونز أو الوداد لسه ما حدش فيهم، أو الترجي تاني. فالموضوع هيبقى صعب حتى إن أنت تعرف تسيطر على الكورة أو تعرف تتماشى مع اللي بيحصل حتى في وجود معد بدني. يعني خلينا نفترض ان الزمالك جاب معد بدني الصبح، لا هو مش هيحل المشاكل، المشاكل محتاجه وقت. فانا شايف ان
الحل الامثل ان الزمالك يحط اولويات للماتشات اللي جايه في اللعيبه عشان يعني طبعا راحت جزء كبير من العناصر الاساسيه في مباراه بريمير ليج زي ما احنا كنا قلنا في الجول ان ابو جبل مش هيسافر وهيسافر جنش ودلوقتي في المؤتمر كمان كارتيرون اوضح ان اللعيبه زي كتير زي ساسي زي الونش زي شيكابالا زي عشان دول خدوا وقت كتير فدول هيريحوا ملعب ومعاهم انذارات ممكن كمان مش مضطر تسافر كل ده وترجع بيهم على ماتش ورحله شاقه كمان لانجولا مش موضوع مش هيبقى سهل يعني فبالتالي بالزبط. هي فرصه كويسه للزمالك لاستجمع القوه والتفكير بشكل اكبر شويه في قصه العامل البدني على لعيبه الزمالك لان ده بيأثر اصابه واحده او غياب واحد دمر موسم كبير. شفنا طارق حامد النهارده في غيابه بالظبط يعني هو كده طارق حامد في غيابه عن المنتخب او عن مشكله كبيره بالظبط تخيل انت في مباريات ممكن تلعبها من غير طارق حامد ومفيش بديل بالظبط مفيش بديل لطارق حامد كده كده بالظبط لكن في مباريات ممكن تلعبها من غير فرجاني ساسي في مباريات النهارده كمان الزمالك اتاثر جدا بغياب اشرف بن شرقي راجل عنده حلول من الماتش اللي فات الماتش اللي فات حتى كان واضح جدا قدام زامبيا بالظبط كان غياب اشرف التلت القداماني بيفرق كتير جدا مع الزمالك في الحته دي مصطفى محمد ملوش بديل تقريبا عمر سعيد بعيد جدا كاسونجو لسه ما خدش يعني لسه ما خدش اصلا عشان بالزبط. تبدا نتكلم ان كاسونجو يبقى بديل فمشكله كبيره ما تاخد لنا كده شويه كومنتات يا اسامه كده خلينا نبص كده الهام العربي والله ربنا انقذهم من فضيحه محققه يعني دجله قدم مستوى كبير بس لا يعني هو دجله لو كان جاب جون كان هيبقى الموضوع خلاص هو مش هيبدا يهاجم بالزبط. تاني يعني مش الموضوع ما كانش هيوصل لكده عادل مكي الزمالك اصبح فريق بلا روح بلا اصرار بلا عزيمه مجدي شرف الدين دجله ليها بنالتي لو حكم هيحسبه بس مفيش فايده في التحكيم طبعا احنا مش هنتكلم عن الحكام مش هنتكلم عن الحكام لكن اعتقد يعني اي خطا حصل فهو خطا مش مقصود مش محتاجين ان احنا نتكلم من المؤكد فيه من المؤكد ان الحكام مش مغرضين او عايزين يكسبوا فريق على حساب فريق في اخطاء تبدو غير منطقيه خليني صريح يعني في اخطاء تبقى واضحه جدا الحكام بتوعنا محتاجين ان هم يعني مزيد من التركيز ده اللي انا حاسه ان احنا يعني الحكام بتفتقده هو تركيز في الملعب اكتر من حاجات تانية كتير خصوصا ان انت عندك انت ولاينز مان شايفين اكيد الكوره ما بتكلمش على كره الزمالك ودجله بتكلم على اي كوره عموما يعني فالحكام محتاجه تركيز ان الحاجات دي بتعمل مشاكل كبير جدا وهي بتبقى سبب اساسي جدا في الاحتقاد اللي بيحصل بين الجماهير انت طبعا عشان تلاقي كومنت بيتكلم في الكوره بالظبط الموضوع صعب جدا بعيدا عن ده مصطفى محمد بعيدا عن نفسه بعد الماتش كده بعيدا عن الاحمال الموضوع مش ارهاق بس انت عندك مشاكل فنيه واضحه ومشاكل في الدفاع ما تسكتش عليه انت ايه رايك في يعني هل الزمالك عنده مشاكل واضحه تاثر عليه مشاكل كبيره للدرجه لان الزمالك بيدافع بمنظومه كويسه بالظبط طبعا غياب طارق حامد النهارده كمان بيكشف اي حد طارق حامد بيغطي على اي حد وجود طارق حامد في نص الملعب بيغطي على الاثنين المساكين بيغطي على الهاف ديفندر اللي جنبه بيغطي على طلوع الباكين اليمين والشمال فبالتالي غياب طارق حامد بيخلي الدنيا تفرط شويه بالتالي من الصعب انك تحكم على دفاع الزمالك في غياب طارق حامد رماله ميزان طارق حامد هو اهم لعيب في الزمالك مش هبالغ لو قلت ان هو في اخر 10 سنين ده اهم لعيب حصل في الزمالك بالظبط فغيابه امر بيأثر جدا على شكل الزمالك الدفاعي والهجومي كمان في حد برضه بمناسبه الكومنتات اللي مالهاش علاقه بالكوره حد بيقول لي انت لابس ايه يا عم حياتنا ده مين انا ولا عليا انا تقريبا عشان غريب شويه مع حق فعلا من وجهه نظرك هل الزمالك قادر ان هو يحصل على الدوري؟ لا اظن لسه بادي قوي نتكلم على الدوري من دلوقتي طيب برضه ده دبلوماسي قوي انت النهارده على شكل منطقي الزمالك فارق 14 نقطه عن الاهلي لا خسر 14 نقطه لسه الاهلي ليه ماتش مؤجل الاهلي كان ليه ماتش مؤجل مفيش حاجه مستحيله في الكوره ولكن لو قلنا ان الاهلي يعني فرصه بالنسبه للزمالك 70 30 مش تبقى مبالغه لكن برضه مفيش مستحيل في الكوره ده لازم ناكده في كل حاجه لان الكوره فيها كل حاجه ممكن الاهلي يخسر 14 بونت زي ما الزمالك ما يخسرش ولا بونت لكن على ارض الواقع وبالشكل الحالي لا طبعا الاهلي اقرب للدوري من الزمالك حسن سلامة بيقول بصراحة وادي دجلة ما خافش من الأهلي والزمالك السنة دي وكان أحسن في الماتشين خاصة الماتش ده ومن السنة اللي فاتت يعني أنا عندي وجهة نظر في فريق وادي دجلة أنا من أنصار نظرية سهلة جدا في الكرة اللي تكسب بيلعب بالظبط دجلة فضل وقت كتير جدا 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 ما بيكسبش يعني وكان مصر على الطريق
انا كفادي يعني قلت لا يعني ده مش صح، لان الفريق كده هينزل، ولما بتنزل درجه تانية خصوصا تبقى فريق قوي جدا في الدرجه الاولى بعد فتره من الاستمرار بيبقى صعب قوي انك ترجع. نتفرج على فريق مثلا في فرق كتير قوي بتنزل ما بترجعش. بالتالي انا قلت هل الراجل مثلا ممكن يبقى شايف حاجه، لكن الراجل فعلا عنده نظريه وعنده فلسفه واضحه جدا، هو بينزل بيلعب كل الفرق بنفس الطريقه تقريبا، وده ما بحسش انها حاجه صح. لازم يبقى عندك مرونه تكتيكيه، انت نازل بتلعب الزمالك، لكن هو النهارده قرا الجيم صح او كارترون قرا الجيم غلط، يعني حصل حاجه من الاثنين، بالتالي ظهر النهارده بشكل كويس. لكن مثلا قدام الاهلي هو حاول يعمل نفس اللي عمله ده واتغلب. اعتقد يعني اتفق معاك في نقطه وفي نقطه تانية. يعني هو ما ينفعش ان انت تلعب بطريقه لعب ثابته، بس انا اعتقد ان تكيس ماشي بمبدا ايه، انا اهم حاجه عايز اثبت ان انا اسيطر على الكوره، بعد كده ابدا افكر في حلول تانية، حلول فرديه. يعني مثلا برضه يعني خليني اقول لك، لو كان استمر في نفس النظريه دي وما كانش، يعني الحقيقه هو فعلا مستواه اخر 4 مباريات هايل بالظبط، كسب 3 ماتشات منهم كسب تقريبا، كسب ماتشين ماتشين وتعادل ماتش، الماتشين فبالتالي ممكن تبقى مشكله كبيره جدا لو ما كانش حقق النتائج دي في الوقت ده من الموسم. طب انت شايف ان هو هيكمل على المستوى ده ولا دي طفره مثلا؟ شو لا مش شايف انها طفره، لان لو نتكلم على 4 5 ماتشات لا دي مش طفره، ده بيبقى الفريق وصل لمرحله معينه من التجانس، وصل لمرحله معينه بنشوف اللعيبه النهارده بتتحرك صح جدا واقفه صح جدا. انا يعني ده بيثبت مثلا وجهه نظري الغلط قبل كده عن وادي دجله، بيقدموا كره حلوه جدا. لو خلاص الدور الاول اللي هو فاضل فيه 3 ماتشات بالشكل ده ويدخلوا في المراكز العشر الاولى يبقى فيه اريحيه اكتر من فكره دخول صراع الهبوط، لا ممكن نشوف منهم كره حلوه قوي في الدور الثاني. لكن اظن لو اي ماتش حصل فيه تعثر ونزلوا تاني في الدوامه تحت اظن هتبقى مشكله كبيره. بمناسبه وجهه نظرك الغلط عن وادي دجله، خليل الشنواني بيقول لك بصراحه الكوره مش عادله، وادي دجله يستحق الفوز، انت رايك؟ بمقاييس المباراه طبعا وادي دجله يستحق الفوز، يعني قدم مباراه كبيره جدا قدام خصم، يعني انت بتلعب واحد من اقوى الفرق في مصر وبتنزل تلعب بالشجاعه دي، تنزل تسيطر على الكوره بالنسبه المرعبه دي 62%، اظنش ان في فريق في مصر ممكن يكون سيطر على الكوره قدام اهلي او زمالك 62%، وبتهدد المرمى ومع بعض التوفيق كان ممكن تحط هدف تاني. اي حد يقول ان وادي دجله ما كانش الاقرب للفوز النهارده او يستحق الفوز في ظل الاداء ما كانش على المستوى خالص من الزمالك، يعني اعتى الزملكاويه اول واحد يقول لك ان دجله يستحق الفوز النهارده. فبالتالي طبعا الكره مش عادله، وفي حاجه اسمها فريق كبير بيقدر ان هو يخرج بالجيم، يخرج بحاجه من الجيم رغم ان هو ممكن يكون مش في حالته، دي حاجه بتفرق جدا مع اي فريق. فبالتالي عادي يعني كره على طول مش عادله، يعني مفيش حاجه جديده يعني، بس لا دجله فعلا فريق محترم وقدم النهارده اداء يحترم عليه جدا. محمد شوقي بيقول كارتون كان بيلعب مع الاهلي بلاعبين اقل من كده وصل بيهم لنهائي افريقيا. كارترون من المدربين بالنسبه لي اللي بيعرفوا يعملوا لهم فسيخ شربات زي ما بيقولوا. وصوله لنهائي دوري ابطال افريقيا مع الاهلي من سنه كان بسكواد ضعيف جدا على المستوى الاسماء وعلى مستوى المجهود الفني والبدني يعني. مع الزمالك انا توقعت ان هو يقدم مستوى كبير، وده اللي هو عمله على فكره، بعيدا عن ماتشين مازيمبي ووادي دجله النهارده بيقدم مستوى كبير جدا. الفريق ماشي بخطه ثابته، في حاجه بتتعمل في الملعب، في مواقف واضحه في اللعيبه تتصرف فيها، في بخرج الباكات امتى، الباكات بتدخل لجوه ساعات بتضم عشان تخرج الوينج بقى سواء هيبقى بن شرقي سواء شيكابالا سواء نجم، في حاجه في الملعب واضحه وفي شغل في الملعب، لكن في بعض النواقص منها العامل البدني، منها ان انا قلقه بدايل اللعيبه اللي ممكن تغيب عني في اي وقت من الموسم. في الاخر كارترون ما بقالوش كتير، يعني حتى فتره الحكم عليه بتبقى اوسع شويه، لان هو برده جاي في نص موسم، جاي بعد فتره يعني لو وصفناها بالكارثيه نبقى بنوصفها في وصف قليل مع ميتشو. فبالتالي الراجل قدامه لسه كتير. انا عن نفسي من محبي شغل كارترون جدا، لكن هو عنده بعض النواقص وهنشوف بقى هيقدر يشتغل عليها ولا لا. طيب خلينا نتكلم يعني عن الزمالك برضه بس في افريقيا. يعني اداء الزمالك في المجموعه يعني هي ظروف ساعدته شويه ان هو يتاهل من غير ما يلعب، بس في الاخر الزمالك ما خسرش النقط كتير، يعني هو خسر 3 بونت في خسر من مازيمبي بس وتعادل مع سيسكو بره، وتعادل مع مازيمبي هنا بعد ما الامور كانت شبه محسومه يعني. فبالاخر هو خسر 4 بونت وقدر ان هو كل الماتشات اللي كان لازم يكسبها كسبها، كسب سيسكو هنا بشكل طبيعي وكسب بيرميرو اجوستو هنا، وده الفوز اللي يعني قربه جدا. طبعا خدمته ان سيسكو واجوستو تعادلوا مع بعض، لكن وصول الدور الثمانيه عايز اقول لك ان مستوى مجموعته كان طبيعي جدا بالنسبه لك، وصول الدور الثمانيه حتى لو كان مكمل مع ميت شويه
يعني كان طبيعي جدا ولازم يكسب سيسكو بريميرو اجوستو مع اي مدرب، يعني الزمالك باسمه بتاريخه بقوه اعتاده من اللعيبه من المدربين باي شكل من الاشكال كان لازم يكسب سيسكو بريميرو ده اجوستو، فما فيش مشكله الزمالك تاهل يعني. تمام. حد بيقول عمر طارق بيقول بصراحه وادي دجله كانت ماسكه كوره حلوه قوي وليهم ضربه جزاء بس كرتون مش موفق مع الزمالك. اعتقد احنا اتكلمنا في قصه النقطه دي توفيقه او عدمه من الزمالك، لان هو يعني برضو ده بقى له ماتشين بس هي الدنيا مش ماشيه معايا يعني، فممكن نستنى نشوف يعني. نديم صالح بيقول اتكلم عن مدرب وادي دجله مدرب عالمي، عمالين نتكلم عليه وادينا له حق اتكلمنا عليه كتير. انا برضو انا ما زلت عند وجهه نظري فيه ان هو محتاج يبقى يظهر مرونه تكتيكيه اكتر من اللي هو بيظهرها دلوقتي، ولكن ما دام هو ماشي صح يبقى هو ادرى، هو اللي بيشوف لعيبته في التمرين كل يوم، هو اللي شايف تطورهم، بالتالي هو اكيد اقدر واحد يقدر يتكلم. طب خلينا بقى نسيبنا من الكومنتات شويه يكون الناس اتكلمت شويه عن الكوره. انت رايك في موسم الانتقالات المحلي والعالمي وايه ابرز الصفقات يعني اللي تكون فادت انديه ولاداره انديه موسم الانتقالات المحلي؟ خلي بالك متكتف قوي بقصه الاستبدال، معظم الفرق عملت استبدالات كتيره جدا، بس 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 ده يبين يعني من يعني ده ممكن يبقى اسهل في التقييم انك تقيم هل النادي ده عمل موسم كويس، موسم انتقالات كويس او موسم انتقالات وحش يعني مع الفرق يعني. طريق موضوع الاستبدال اللي كان المفروض يطبق بطريقه افضل من كده، ان هو يديك الاستبدال ده في يناير تقدر تنقذ بيه اي نواقص عندك في الفرقه. لكن خلينا كده نشوف الفرق بالترتيب. الاهلي ضم كهربا ودي كانت صفقه يعني كل الناس عارفه انها كانت هتحصل، وضم اليو باجيل اللي لسه ما اختبرش بالظبط. الزمالك رجع كاسونجو مهاجم اثبت جدارته قبل كده بارتداء قميص الزمالك وتالق مع الفريق وله ايادي بيضاء يعني على حصول الزمالك على الكاس السنه اللي قبل اللي فاتت، لعيب في الدوري المصري عنده خبره يعني. من ناحيه الاهلي والزمالك الاهميه في اللعيبه اللي خرجت، بمعنى الاهلي قدر ان هو يخرج لعيبه صغيرين كتير زي محمد عبد المنعم اعاره سنه ونص في سموحه، محمد فخري بكره هيتم اعلان اعارته سنه ونص لانبي انبي ولا سموحه؟ لا لا انبي الكلام خلاص لا انبي انبي كمان عمار حمدي الى طلع الجيش. الزمالك برضو اعار عدد كبير من اللعيبه الصغيره، احنا شفنا برضو معلش هقطعك شفنا الاتحاد طلع بيان ان ليه عمار مش عايز يروح الاتحاد وفضل الجيش يعني انا اتفق معاهم شويه، هم دايما طبعا بيدوروا على، بس عمار مع الاتحاد كان اداؤه كويس سوبر جدا، كان سوبر بصراحه بالظبط، فهو ليه ما راحش الاتحاد؟ في امور اللعيب ممكن يكون شايف ان ده يكون افضل له، انتقال افضل له في الوقت الحالي، سكواد الاتحاد كويسه فممكن كويس يكون برضه. خلي بالك الاتحاد السنه دي عامل سيزون هايل بالظبط، واوكوي على الناحيه اليمين ورزاق سيسي على الناحيه احمد رفعت على الناحيه الشمال ورزاق سيسي في النص وخالد قمر والدنيا دي متروسه متروسه يعني، ممكن يكون لاعب ذكي شويه عشان عاوز يلعب قبل ما فرقه طلائع الجيش السنه دي مخيبه للامال بشكل كبير جدا، وممكن تكون من اقل الفرق في الدوري السنه دي، ولكن قد يكون عمار هو الحل للمشاكل. عمار لعيب عنده على المستوى الفردي كتير جدا وعنده على المستوى الجماعي كتير جدا، ده اللي شفناه في مركز غير عن مركزه اللي المعتادين عليه في مركز الجناح، لا في نص الملعب مع منتخب مصر الاولمبي لعيب عنده مجهود خرافي وما عندوش مشكله، لعيب اللي تحس الورك ريت عنده ما عندوش مشكله انه يجري عشان خاطر الفرقه مش عشان خاطر نفسه، بيجري من غير كوره كتير جدا وكان مساند كويس جدا لاكرم توفيق، بالتالي عمار ممكن يظهر بشكل كويس جدا مع طلائع الجيش. بين الاتحاد السكندري كان في وعد من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للبشمهندس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ان الاولويه في حال خروج عمار حمدي للاعاره يكون الاتحاد السكندري، ولكن الامور بتتغير وده شيء مفهوم، واكيد مسؤولين الاتحاد السكندري متفاهمين ليه ممكن يكون قرار زي ده تم اتخاذه. على الناحيه الثانيه يعني برضه حتى الزمالك طلع لعيبه صغيرين كتير، هاني رشدي راح اسوان، الحقيقه مش متذكر الاسماء لكن في لعيبه انتقلت كتير، ثلاث لعيبه من فريق 99 انتقلوا لفرق تانية، ممكن يكون منهم مصطفى محمد جديد زي ما هنشوف. مصطفى محمد كان اكبر تطبيق لمثال انك بتخرج لعيبتك الصغيرين ياخدوا خبرة الدوري الممتاز، مصطفى تألق جدا مع طنطا وبعدين انفجر في طلع الجيش وكان طبيعي انه يرجع الزمالك، وزي ما احنا شايفين في الزمالك دلوقتي هو بدون مبالغة ومهاجم مصر الاول في الوقت الحالي بالظبط، مفيش اختلاف. مقاولين بقى مثلا من الفرق اللي عملت ترانسفير ماركت كويس جدا، جابوا اندالا ده من افضل اللاعبين في الدرجه الثانيه يعني، الناس بتحكي لنا عليه في الدرجه الثانيه بيعمل ماتشات كبيره جدا كما كليوباترا، كذلك ايمن حفني، وطبعا دي صفقه انا شخصيا مستني اشوف ايمن حفني هيقدم ايه في فرقه المقاولين، واحده من اقوى واشرس الفرق السنه دي في الدوري، ايمن حفني عايز اشوف هيقدم لهم ايه. من الصفقات كمان اللي لفتت نظري في
في الدوري السنه دي اللي مستني ان انا اشوف هتقدم ايه مع فريقها. يا اليو باتشي الحقيقه لما نزل الخمس دقايق مع الاهلي كمان نقول صلاح محسن. صلاح محسن طبعا يعني ده لازم طبعاً. هو الناس كلها بتقول ان هو مظلوم ان هو ما بيلعبش في الاهلي بس هنشوف يعني هنشوف هو مظلوم فعلا ولا هو اداؤه ما يأهلهوش ان هو يلعب في الاهلي. ده هيبان في صلاح محسن من اللعيبه اللي ممكن فعلا موضوع الاعاره ده يبقى مفيد جدا بالنسبه لها. كنت ناسي خالص ان هو فعلا انتقل، لكن صلاح محسن هيبقى من الصفقات اللي ممكن تفرق جدا مع سموحه اللي بيقدم موسم كويس السنه دي. واظن مع حماده صدقي صلاح محسن ممكن يقدم مستوى كبير. خلينا برضو نتكلم عن موضوع ازارو. فات وقت وخلاص والناس بطلت تتكلم في الموضوع، بس انا شايف ان اعاره ازارو وصلاح محسن الاثنين دي هتسبب مشكله كبيره للاهلي قدام، حتى يعني لو مش دلوقتي قدام هتبقى تسبب مشكله ممكن تخسرك نقط بسببها. مش هيبقى عندك مهاجمين في مركز المهاجم الصريح. الاهلي حاليا ما عندوش غير اليو باتجي ومروان محسن كمهاجمين نمره 9 صراخ بالظبط، بعيدا طبعا عن اجايه وشغل كهربا ساعات وليد سليمان حتى احيانا حسين الشحات بيشتغلها في الشحات، بس ما عندكش مهاجم صريح رقم 9 غير اليو باتجي ومروان محسن. لعب فايلر بيعتمد على وجود مهاجم صريح محطه. انت اصلا ما عندك احيانا واحيانا خلي بالك، يعني هو مثلا اول تعرفنا بيه في مباراه الزمالك 3-2 في مباراه السوبر الراجل اعتمد على اجايه اعتماد تام ان هو مش هو المحطه، كان بيعمل له اللي هو عاوزه بالظبط، هو بيعمل له المحطه. ولكن فايلر انا من وجهه نظري فايلر مدرب كويس جدا، لكن لسه ما عندوش ايه التكات بتاعه ضغط المباريات بتاعه افريقيا. ممكن يفقد خط الهجوم عناصر ويلاقي نفسه في الاخر ان هو عنده نقص عدد سواء بقى في حته الفيرويد او في حته الوينجين ممكن تفرق معاه. لكن خلينا معايا كده نشوف تفكيره وصل لحد فين. استمرار ازارو من وجهه نظري يعني من المعلومات اللي حصلت داخل الاهلي يعني لا كان هيبقى صعب قوي ان ازارو يكمل مع الاهلي السنه دي على الاقل تقدير، يعني ما كانش دي كانت اخر مره ازارو يلبس تيشيرت الاهلي، لان متوقع ان هو اخر السنه هيبقى صعب جدا ان ازارو يرجع. صلاح محسن خرج بيدور على فرصه وده حقه تماما، وكان في نيه عند النادي ان هو يخرج يعني هو ما خرجش يعني غصب عنه. النيه دي كانت موجوده قبل مشاكل ازارو. قبل مشكله ازارو بالظبط. في الاخر فايلر وافق ان ازارو وصلاح محسن الاثنين يخرجوا، فهو اكيد شايف ان هو يقدر يشغل كذا لعيب في الحته دي وانه مش محتاج مهاجم رقم 9 صريح بشكل ضروري، واعتماده طبعا هيكون كبير على بادجي صفقه اللي هو ننقيها يعني. فهنشوف الاهلي يعني طبعا خسر كتير قوي برحيل ازارو. ممكن انا صاحب بقى راي الناس كلها مش هتحبه يعني، لكن ازارو من المهاجمين المفيدين جدا وارقامه بتتكلم عنه في الاهلي. لا بالعكس يعني ما حدش جول في 89 ماتش بالظبط، ما حدش يقدر ينكر دور ازارو في الاهلي من هو لكن هو بيضيع فرص كتير برغم كل اللي هو بيضيعه. انت متخيل ارقامه عامله كده يعني؟ ده معنى شوف كان بيضيع قد ايه بالظبط، فتخيل هو جايب عدد اهداف كبير. ازارو كان يستحق فرصه ان فايلر يشتغل معاه شويه على موضوع الفينشنج او يتم يعني الشغل معاه على قصه انهاء الهجمات، لكن طبعا الخلاف والتنشن جيت فايلر حاول يعمل ده معاه يعني، لان الخلاف والتنشن الكبيره حصل بينهم دي كانت هتبقى صعبه قوي ان هم يكملوا. طيب بما ان خلاص احنا داخلين على ماتشات افريقيا اخر يومين في ايه؟ اخر يومين في سوق الانتقالات يعني لا ما خلاص يا سوق الانتقالات المحليه تعتبر مقفوله ما فيهاش تاني لسه الباقي يعني في اللعيبه اللي هتخرج يعني. هل صلاح جمعه هيلاقي عرض اعاره كويس قبل ما سوق الانتقالات يقفل؟ حسين السيد كذلك نفس المشكله، اعاره محمد فخري لاعب الشباب الفرق محمد اشرف رؤى لاعب انبي مثلا هيفسخ اعارته مع الفريق وهينضم لفريق اخر في نفس سوق الانتقالات على سبيل الاعاره من الزمالك. في مجموعه من الصفقات المنتظرين انها تحصل في اليومين الجايين دول، طبعا على راسهم الاعارات لصالح جمعه او حسين السيد اللي لسه ما فيش اي عروض جديه على طاوله الاهلي سواء الباك ليفت حسين السيد او صانع الالعاب صالح جمعه. كنت هتكلم في حاجه تانية بس اللي توتو ده كويس ده جميل. احنا خلاص داخلين على ماتشات افريقيا، ماتش للاهلي المصري قصاد الهلال وماتش للزمالك تحصيل حاصل، فمش يعني مش الجماهير مهتمه بيه قوي حتى لو الزمالك خسر. الموضوع مش هيبقى بس اهم حاجه الصعود بالظبط، خاصه بعد اللي حصل النهارده. الاهلي مشاكله في افريقيا ايه؟ يعني ليه الاهلي في افريقيا بيقدم اداء مقبول يعني حتى مش جيد؟ لا هو اداء مقبول وممكن ما يكونش مقبول. لا هو مقبول لانه وصلك على الاقل ال 10 نقط يعني. ده برضه الاهلي خسر فكره انك توصل 10 نقط ويبقى صعب تأهل، ده طبعا في ظروف قويه جدا، مجموعه صعبه جدا بالظبط. بس خليني اقول لك حاجه، هو انت خسرت يعتبر خسرت ماتش واحد، حتى لو كان الاهلي كسب الماتش بتاع بلاتينوم كان هيبقى محتاج كان هيبقى محتاج بالظبط
هي دي الفكره. ولكن يعني كان ممكن الاهلي يكسب، كان كسب بلاتينوم وما كانش يتاهل برضه. انت شايف مشاكل الاهلي يعني موجوده دفاعيا، موجوده في خط النص بعد غياب حمدي، هجوميا الدنيا ايه؟ خلينا كده نقيس على كذا حاجه. اول حاجه الدوري ما عادش البنش مارك للاهلي بيتكلم عنه. الدوري الفرق بتنزل فعليا بعد الاداء اللي الاهلي قدمه في اول خمس خسارة ماتشات، تنزل الماتش خسران، الفرق نزل الماتش خسران، ولو فريق نازل ماسك نفسه شويه الاهلي بيجيب جون خلاص الدنيا بتفتح. الاهلي ابتدى الدوري بشكل هايل، 4-5-3 كله خاف، كله خاف بالظبط، ده شيء طبيعي. اه فالدوري المصري ما عادش مقياس، الفرق كويسه وكل حاجه، لكن الفرق فيه مشكله تنزل تلعب الاهلي هي نفسيا مهزومه. ده حاجه. تاني حاجه انا عندي وجهه نظر قد تبدو غريبه شويه، كله وجهات نظر غريبه. اه انا بقول كل كلام غريب النهارده. لعيبه الاهلي عندها مشكله نفسيه في مباراه افريقيا، بمعنى الجيل اللي بيلعب حاليا في الفرقه هو كان شاهد على اسوا هزيمه في تاريخ الاهلي افريقيا امام صن داونز 5-0. طبعا بعيدا عن الدخول بقى في تفاصيل الهزيمه، لكنها كانت هزه عنيفه جدا للعيبه دي نفسيه. لعيبه بتنزل كل ماتش، يعني احنا شفنا اول ربع ساعه في ماتش بلاتينوم، واتفرج على كل اول ربع ساعه في اي ماتش افريقي للاهلي باستثناء مباراه بلاتينوم هنا، مباراه الهلال هنا كانوا سهلين اصلا، يعني الموضوع كان سهل بالظبط، تعتبر سهله. أه. اول ربع ساعه الاهلي مفكك، لعيبه تحس انها مش عارفه تتكلم في الملعب، خايفه، تحس زي ما يكون في خوف او توتر، بس بالتوتر بالظبط. التوتر ده يبان لك ازاي؟ انت بقى كواحد يعني ايه بتتفرج على كوره، البصه قويه شويه، استلام استلام طويله، الاستلام بتطول منك، الاستلام بتعدي من تحت رجلك، التوتر، احتفال لعيبه الاهلي بالجول بتاع جونيور اجاي في مرمى النجم الساحلي، ده احتفال لعيبه احنا كنا بنموت من الضغط بالظبط، لعيبه هتموت من التوتر. جزء كبير من ده على فكره تعرض اللاعبين المستمر للسوشيال ميديا. جمهور الاهلي كان متوتر جدا 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 قبل مباراه النجم الساحلي. التوتر ده بشكل او باخر مع العوامل دي كلها اتنقل للعيبه. اللعيبه قدرت بالشخصيه بقى، شخصيه اللعيبه، انت ما قدمتش اداء كويس كاهلي، وفايلر ما كانش في يومه تدريبيا، يعني غياب قفش عن الماتش ده كان غريب جدا بالنسبه لي، ما دام الموضوع ما كانش تاديبي حسب ما اكد يعني سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي، فالاستبعاد كان غريب جدا، محتاج لعيب في ماتش ده يمسك لك الكوره حتى على الدكه تقدر تستفيد بيه، وغاب عنك صنع لعيب فكنت بتتشعلق الكوره، فمروان ينزل يجيبها، جابها مره ما جابهاش مره، بعد كده تبدا بقى تبني الهجمه في نص ملعب النجم الساحلي اللي هيضغط عليك، بالتالي قدر المره الوحيده اللي لعب كره على الارض احمد الشيخ لاجاي لمعلول، معلول يلعب كره بالارض على الارض، فاحمد الشيخ يجلي فتروح لحسين شحات، الكره تتشال، حلو جدا حلو جدا، ومدافع النجم الساحلي مالك بقى يشال الكره من على الخط، من على الخط نص الخط اللي جوه، واجاي لعبها بذكاء جدا ان هو يكتم الكره في الارض عشان تروح بالشكل ده، هو لو كان شاطها بوش رجله كانت هتفتح منه، ممكن تفتح منه، كانت ممكن تخبط. فبالتالي الكره الوحيده اللي انت لعبتها بستايل لعبك الطبيعي اللي هو سهلت عليك بقى الماتش، انت بقيت بقى الماتش حتى لو كنت مضغوط جزئيا، لعيب نص الملعب يخترق من نص الملعب، فبالتالي لعيبة الخصم تتكاتر، يعني تحاول تقفل العمق، فبالتالي تفتح مساحه للباك اللي هو عاده بيبقى علي معلول، ففي توتر في الدفاع فبيبان المساحات، بيبان الاخطاء، فبتعرف تسجل، بتعرف تسجل. دي المره الوحيده اللي انت لعبت فيها لعبتك كاهلي. لعيبه الاهلي محتاجه انها تخرج الضغط. لقيت الاهلي داخل على اصعب ماتش في تاريخهم، الجيل ده اصعب ماتش في تاريخه، هيلعب مباراه ضد جمهور مع كامل الاحترام والحب لاهل السودان طبعا اخواتنا وحبايبنا، لكن الجمهور كرويا مشحون عايز يتاهل. خروج الهلال، ازمه حماده صدقي، ازمه توحيد حماده صدقي برضه مسببه، عايز اقول لك ابعد عن كل الحاجات دي، بمنتهى البساطه فريق الهلال لازم تكسب عشان تتاهل بالظبط، يعني موضوع ابسط بقى من كل الكلام ده. فبالتالي هيبقى جمهور قوي جدا، جمهور مشحون، جمهور بيشجع فريقه بجنون، مدرجات في السودان على فكره بيبقى شكلها جميل جدا. كل ده اللعيبه بتاعه الاهلي لو متوتره ممكن جدا الماتش يفرط منهم، ما يقدروش يحققوا الهدف اللي هم عايزينه الماتش اللي هو على الاقل التعادل. قاده الاهلي كباتن في الفرقه والمدرب لازم يشتغلوا على العامل النفسي اللي انا شايفه اهم بكتير 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 جدا من العامل الفني في مباراه زي مباراه الهلال. دي الازمه اللي انا شايفها في الاهلي في افريقيا. طيب دفاعيا في ازمه كبيره طبعا، في ازمه كبيره واضحه، انا مش عارف احط ايدي على الازمه كلاعب، انت رايك الازمه مش لاعب، الازمه مش لاعب، الازمه ان في لحظات من انعدام التركيز عند كل ده نتيجه ايه؟ ما هو ده نتيجه لحظه انعدام التركيز دي بتبقى قدرات لاعب فرديه، ان هو مش قادر يركز او انه بيفقد تركيزه في لحظه، يعني مع الفرق، يعني مثلا في لعيب اكس بيفقد التركيز اكتر من لعيب واي،
ايمن اشرف وفي اكتر من عمر ربيعه مثلا. مثلا على سبيل المثال يعني مثلا خليني اقول لك على حاجه كوره ايمن، بس ايمن اشرف معذور شويه لان ده مش مركزه، مش مركزه والطول كمان مش مساعده، بس خلاص الناس ابتدت تتعامل مع ايمن اشرف على انه مدافع حتى كله كده بالظبط، هو كل الناس عامله فلازم لايما يطور نفسه في الحته دي، لايما خلاص يعني يعني يبقى فيه. هشرح لك في كوره في مباراه الاهلي والنجم، بس هل هدف ياسين الشيخ رامي ربيعه ساب مركزه للحظه، كره اتلعبت كروس من ورا يعني مش فاكر اصلا سبب هو ساب مركزه ليه يعني، بس كان سبب غير كروي يعني، هو ساب مركزه تقريبا كان بيكلم الحكم في حاجه او بيكلم في واحد زميله في حاجه في حاجه في الملعب يعني، ففقد جزء من الثانيه، جزء من الثانيه ده الكروس اتلعب من ورا رامي ربيعه وصل ياسين الشيخاوي حط جول. خليني اقول لك ان برضه كان ياسين الشيخاوي اصلا كان مع قفشه، واللي قفشه ده مش مكانه برضه، قفشه فقد برضه فقد يعني تركيزه في ساب ياسين الشيخاوي يدخل، هي بتبقى جزء من الثانيه، ماتشات افريقيا بتبقى جزء من الثانيه. النسخه الاهلي خسر فيها من الوداد سعد سمير وعمرو صلاح فقدوا تركيزهم للحظه، مره قناش مرفع الكره لبن شرقي حطها جول لحظه في الماتش كله، الماتش كله الاهلي مقدم اداء هايل لكن هي كره واحده الماتش خلص، وضيع الاهلي ده حاجه كتير في الماتش ده بالظبط، والاهلي عامل جيم كويس نفس يعني الكلام. ماتش الترجي، ماتش الترجي هناك الهدف، الهدف الاول في اخر الشوط كان الطبيعي الاول الاهلي يتغلب بفرق مستوى واضح يعني، لا لا بس هي برضه لحظه عدم تركيز الاهلي كان طول الماتش كويس لحد هدف سعد بقي بالظبط، كولوبالي عدم تركيز منه خلى سعد بقي يحط لحظه واحده بالظبط، لحظه واحده في مباراه افريقيا ضد فريق كبير زي النجم الساحلي زي الهلال السوداني زي الوداد زي الترجي هتكلفك كتير جدا جدا، لان الفرقه دي عندها القدره انها تمنعك انك تحط جول. هي المشكله بقى في حاجه اكتر، انت بتغلط غلطه خلاص المفروض بقى انت غلطت غلطه تبدا ترجع، لا الاهلي العكس يعني، زي لسه كنا بنتكلم على ماتش الترجي الاهلي غلط غلطه بتاعه ما قدرش يرجع والتركيز فضل مش مستمر، حسام عاشور في الهدف الثالث فقط برضه تركيزه في اللحظه يعني ما في... تبقى شخصيه لعيب تبقى شخصيه فريق، وانا حاسس ان ممكن ريني فايلر في شغله مع الاهلي السنه دي لا يقدر يرجع النقطه دي مع الوقت، لان برضه ريني فايلر ماسك الفريق بقى قد ايه، هنتكلم في من 4 لـ5 شهور يعني، فلسه قدام وقت. والاهم من ان لازم يحط الاهلي هدف واقعي السنه دي، هل الهدف الواقعي حصول بطوله افريقيا؟ انا شايف انه لا صعب ان الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا حتى لو كسب الهلال هناك، يعني موضوع صعب جدا ان الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا في ظل المستوى اللي بيقدمه الترجي، في ظل المستوى اللي بيقدمه سان داونز، في ظل المستوى اللي بيقدمه مازيمبي الوداد، الاهلي لسه مش بالشكل اللي يخليه ينافس الفرق دي في الوقت الحالي. خلينا نختلف معاك، محتاج بونا سنتين ثلاثه، خلينا نختلف معاك. انا شايف ان الاهلي لو كسب الهلال هناك ونقول كسب الزمالك مثلا في السوبر وتعادل مع الزمالك هيلعب دور الثمانية، انا شايف ان الدفعه المعنويه اللي هياخدها من الثلاث ماتشات دول اي الكره مش معنويه، بس انا بكلمك في فرق احنا فنيا كروي. لا فنيا لا لا مستوى كروي بينك وبين سان داونز محدش يختلف ان الاهلي فنيا افضل من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها طبعا، والسنتين اللي وصل فيهم نهائي افريقيا لا 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 مش افضل من سنه 2017 لسه، ولكن لا اعتقد ان هو افضل، مازال لسه على الاقل نوعيه اللعيبه اللي موجوده في بس الفريق ده كان وصل لمرحله من التجانس والقدره على المباراه الستة 2 بتاعه النجم الساحلي، اللعيبه بتتحرك بمنتهى السلاسه، الموضوع مريح جدا، كل لعيب عارف بتتحرك فين، فكان وصل لمرحله من التجانس لسه الفرقه دي ما وصلتلهاش، لسه فريق الاهلي الحالي ما وصلهاش. لكن انا بكلمك بعيد عن المعنويات والدفع المعنوي وكل الكلام ده، كرويا مازيمبي سان داونز ترجي اقوى من الاهلي السنه دي، هل يقدر في ماتش رايح جاي الاهلي يكسب؟ او ممكن جدا، وممكن الوداد بعد التبديلات الكتير بعد عملها بعد الصفقات الكتير اللي حققها بالظبط، اي مباراه الاهلي يدخلها قدام فريق من دول فيها 60 40 للفريق الثاني، يقدر الاهلي يعدي في مباراه ذهاب وعوده؟ طبعا يقدر يعدي، لكن المواجهه يعني لو بنتكلم ككوره النهارده لا الفريق الثاني هو المرشح. طيب خلينا ناخد كلام الناس ونقفل طبعا. بعدها عشان احنا كده تقريبا طولنا عليهم. تفتكر بميو دي اوغوستو ممكن يكسب الزمالك هناك ولا ده هياثر سلبي على ماتش الترجي؟ خلاص لا مباراه شايفها غير مهمه تمام بالنسبه للزمالك، حتى لو كسب اعتقد حتى لو كسب الاهم هو ان اللعيبه ترتاح، ترتاح طبعا بالظبط، طبعا اللي حصل النهارده واضح جدا اللعيبه لازم محتاجه ترتاح. مو مطاو ده مش عارف الاسم بيقول فين عبد الله جمعه، فين عبد الله جمعه؟ عبد الله جمعه عنده اصابه عضليه غايبه عن الزمالك، نزل مره عليها ما كانش جاهز فاتصاب تاني، فبالتالي غيابه الى الان مستمر حتى مباراه بيرمير دي اوجوستو، ده الواضح. ممكن بعد مباراه بيرمير دي اوجوستو يحصل تحديث على موقفه الطبي. حسام جابر بيقول اداء الاهلي يقلق والتشكيل مفاجئ، اعتقد ان هو يقصد غياب قفشه، غياب قفشه او التشكيل المفاجئ، من فايلر على طول كده بيبقى عنده تريكه في التشكيله كده ما حدش متوقع، بس غياب قفشه دي خروجه من القايمه كلها كانت غريبه. الزمالك عنده عدى من هزيمه، طبعا اتكلمنا في الموضوع خلاص بس فخلي خلاص يعني، ما اظن احنا اتكلمنا في كل حاجه النهارده على العموم. انا ممكن تقفل مع الناس، اقفل انا بقى
سعدنا جدا بمتابعتكم وآرائكم اللي شفناها على فيسبوك. اتكلمنا عن مباراة الزمالك وادي دجلة، اتكلمنا عن حظوظ الزمالك والأهلي في أفريقيا، اتكلمنا عن سوق الانتقالات المحلي. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في لايف آخر من في الجول.com. أنا فادي أشرف، وكان معايا محمد أسامة، وبنقدم لكم كل الشكر على الاهتمام والاستماع.